السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا ومتابعينا الكرام، متابعين قنوات الكاس، الله يحييكم في برنامجكم المضمار. طبعا اليوم عندنا 17 شوط راح نتكلم عنها بالتأكيد على كؤوس أو أوكس قطر وديربي قطر، طبعا يمكن غطيناها على الهواء مباشرة من كم يوم. بالتأكيد نبارك لكل من فاز في هذه الأشواط سواء من قطر أو من خارج قطر، نقول حظا أوفر باللي ما حلفها الحظ، إن شاء الله يعوضها في الأشواط الغاضبة. بنتكلم بإذن الله عن أغلب هذه الأشواط، راح نتكلم عنها وراح نتكلم عنها بشكل تفصيلي أكثر وأكثر بعد قليل، وحياكم الله. كلها بشكل عام سواء عن أوكس قطر أو ديربي قطر، ونتكلم عنها بشكل تفصيلي بإذن الله تعالى. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، خلونا أرحب بضيوفي اللي بيرافوني بإذن الله تعالى طول هذه الحلقة، مساعد المدرب بالتأكيد علي بن يوسف الكبيسي، وكذلك المدرب حمد بن أحمد الجهني، الله يمسيكم بالخير وحياكم الله في استديو قناة الكاس. بداية معك أبو يوسف، كلمني عن يعني دو يعني يشوف له الفرصه المناسبه في هذا الشوط مثلا انه يشارك فيها، ولا مثلا واحد شرى فرس من يعني من المزادات يروح يتنقل الفرس حق الشوط هذا، يعني شوط معين حق الشوط هذا انه يشارك فيه يعني. نعم. طيب من شوط الاوكس الى داربي قطر، ابو احمد بالتاكيد الله يمسك بالخير، كلمني عن هذه الاشواط المهمه اللي شهدها نادي السباق والفروسيه في يوم الداربي سواء بالمشاركه المحليه او المشاركه الدوليه. الله يمسك بالنور اخوي ابو يوسف. طبعا تاريخ 30/12 كان يوم حافل صراحه، اللي هو يوم الداربي الدولي، كان فيه نخبة من الخيل اللي مشاركة في الأعمار الصغيرة والثلاث سنوات والأربع سنوات العربيات. نعم. شفنا ظهور للخيال الإلكتريين، كان يوم حافل صراحة، وكل اللي فازوا كانوا صراحة السباقات ان شاء الله الجايه الكبيره باذن الله. وان شاء الله دائما ما نشوفهم باذن الله الجماهير موجودين وحاضرين، لا شك انهم لهم دور فعال في مثل هذه السباقات او في كل رياضات العالم بالتاكيد. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، خلونا نتابع معكم هذا التقرير اللي يتكلم عن رباعيات الداربي.
على امتداد يومين شكل ديربي قطر الدولي الحدث الرياضي الذي شد أنظار الجماهير الوافدة على حديقة الريان لمتابعة أفضل الأمهر والمهرات لعمر 3 سنوات بالنسبة الأفضل لذين تقاسما فيما بينهما نصف الجوائز المخصصة في برنامج الديربي. 4 مثل تتويجات بطل الجولة الخيال القادم من غرب فرنسا والذي لم ينتظر طويلا ليحتل موقعا مميزا ضمن 10 الأوائل بمجموع 12 فوزا غير بعيد عن المتصدر البريطاني هاري بنتلي الذي أضاف 3 انتصارات جديدة ترفع رصيده إلى 17 فوزا قد تجعل ترتيب الخيال في الموسم الحالي نسخة مطابقة لما كان عليه في المواسم 4 الأخيرة. 4 مثل عدد الأشواط التي تقابل فيها أفضل جوادين للخيل العربية في العالم والتي انتهت جميعها بتقدم ابن الفرس البطل الدهماء على بطل النسخة الأخيرة من سيف سمو أمير البلاد المفدى وقد تحقق فوز للجواد يزيد بفارق لا يكاد يذكر ليتمتع المتابعون بنهاية شوط ولا أروع ستحتفظ بها ذاكرة الريان بارك لسنين طويلة. يزيد يا زينة زينة ابن منجز والدهماء يحقق الفوز في ديربي قطر الفئة الثانية للخيل العربية الأصيلة. 4 مثل عدد البلدان المشاركة في النسخة الأخيرة لديربي قطر والتي تمكنت رغم عدد جيادها القليل من الفوز بشوطين في غاية الأهمية بداية من الريان ستيكس لأمهر 2 سنين والذي انتهى بفوز مريح للمهر البريطاني تيبتوين وخصوصا في شوط 500,000 الذي كنا نأمل أن نحتفظ بجائزته في قطر بفضل بايزير بطل الخيل المهجنة لعمر 3 سنوات بلا منازع. في حصان اللي جاي من إيطاليا يعني حصان جيد ريته 111 وفي الحصان اللي جاي من ألمانيا اللي هو ريته 108 وبالفعل حلق المهر ماك ماهون القادم من إيطاليا خارج السرب ليضيف ديربي قطر إلى ديربي بلاده ويعلن مبكرا عن ترشحه الجدي إلى مهرجان سيف حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. Owner found couldn't come. He said try to be here in February, and the owner loved to coming next time in February. So we love to coming back. إذن تابعنا معكم مشاهدينا ومتابعي الكرام هذا التقرير اللي تحدث عن سباقات طبعا أوكس قطر وداربي قطر وعن المتأهلين بالتأكيد وعن هذه المشاركات. قبل نتكلم عن هذه الأشواط ويوسف يعني كلمنا عن هذه السباقات كيف كانت مشاركة الجياد القطرية المدربين القطريين الملاك بالإضافة إلى الضيوف اللي جونا من برا بشكل عام كيف كانت المنافسة ما بين الجياد القطرية والجياد اللي جاي من برا في جميع الأشواط سواء كانت أشواط ميدن أو أشواط رئيسية ومهمة بالتأكيد. يعني مثل ما سمعنا في 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 من عن طريق المعد أن مزرعة مقرن كان لها نصيب الأوفر في الفوزات في السباقات في عن طريق 4 أشواط شلوها. والخيل اللي مشاركات القطرية كانت ممتازة يعني حتى مع بزير صحيح خسر الدار بجاء في المرتبة الثانية لكن أداءه كان جدا ممتاز في الشوط. الفوز اللي يجونك طبعا من برا ويفوزون هذا حق مشروع لهم طبعا أكيد ما في شك. جيادهم جاية من برا يعني جاية على مشاركين يعني في مضامير يعني كبيرة في على فئات كبيرة في الليستد في الجروب 3 وفايزين يعني ما فوزهم هنا مو بغريب بحكم الريكورد اللي مسوينه مثل الحصان اللي فاز في عمر 2 سنين تبتوين فاز مرتين في الليست دريس في مضامير كبيره في بريطانيا في دونكستر في نيو ماركت في يعني انت لما تجي وتشوف الحصان وين ركض يعني لما انت تشوف ريكورد تتابع الحصان هذا مثلا تبتوين وين ركض
ما ركض في مضامير بسيطه يعني في اوروبا، ركض فايز بديربي اللي جاي بديربي غير هذا، هو راكض في مثلا في نيو ماركت، راكض في مضمار ريال اسكت. نعم. معناته الحصان مش بسيط يعني. صحيح. مش بسيط. صحيح. بالتاكيد هذا المستوى على مستوى الثيربريد. على مستوى الخيل العربيه كذلك شاهدنا منافسه ما بين مزرعه مقرن ومزرعه الشحانيه ابراز ويزيد، شفنا عرض ولا اروع، وبالتالي استمتعنا في هذا الشوط. سلالات قوية، أشواط قوية، من ضمنها شوط العربيات أبو أحمد. طبعا كان شوط الديربي الأربع سنوات هو الشوط الأبرز في الخيل العربية في المهرجان هذا. نعم. وكانت الأنظار واضحة يعني من جميع الحضور وجميع المزارع الكبار على أن يزيد بين يزيد وأبراز. اليوم يعني احنا قلنا في يوم السباق ان يا انها حق يزيد اسف او ابراز، يعني ما فيه اختلاف. صحيح. لكن الجميع ادى يعني حتى الخسران بينهم يعتبر فايز على الاداء اللي سواه صراحه. هم ثالث ولا رابع مره تلاقوهم ابو احمد؟ صحيح، تلاقوا مره في الـ في الـ في الـ في الارك في الارك التجريبي، في الارك التجريبي تلاقوا. نعم. وتلاقوا في الارك. نعم. كانوا بيتلاقون في سيف سمو الامير اعتقد العام، ولكن انسحب اعتقد يزيد. صحيح. يزيد انسحب. صحيح. نعم. وبعدين اعتقد يزيد راح الجودوود وشارك هناك وفاز. صحيح. وهذه اخر لا بس الثاني اللي قال بس مش اعتقد انه مش طيف اللي شارك في جودوود، طيف اللي فاز على ابراز في جودوود مش 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 والله ممكن انا طيب ممكن انا لا طيب صحيح طيب هو اللي فاز على بس انه يعني يزيد كان للامانه ينتظر منه الكثير، خاصه امه غنيه عن التعريف الدهمه، ابوه منجز دم جديد صراحه يدخل لنا من بعد ابراز وعامر وعيال عامر. صحيح. للامانه الجميع قاعد يشجع الدم الجديد اللي قاعد يبي يغير الدماء اللي موجوده في قطر. المزارع الكبيره صراحه ما يسعنا فيهم ان نشكرهم، شهاداتنا فيهم مجروحه، لكن الاداء اللي سووه الراسين هذولا يبشرون بخير. الريت العام لهم 1.127 والثاني 126، يعني حتى المعلق قال الانجليزي قال هذا افضل خيل عربيه في العالم. بالتاكيد. فصراحه يعني لا تعليق عليهم صراحه. يعني شو بس حمد رشح من بينهم؟ حمد رشحت من بينهم؟ انا رشحت يزيد. رشحت يزيد بالفعل، يزيد الكل رشحه، كان مرشح ولا قصورهم في برازا وفي جميع المشاركين في مثل هذه السباقات، وكل التوفيق لهم ان شاء الله في السباقات القادمه. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، خلونا نتابع معكم هذا التقرير اللي تكلم بالتاكيد عن السباق 17 من الشوط الرابع الى الشوط السادس. لا وعلى بركة الله. إذا مشاهدينا متابعينا الكرام على قنوات الكأس ينطلق الشوط الرابع للخيل مهجن الأصيلة السودانية ستيكس الإناث وللدرجة الثانية ولمسافة قصيرة 1200 متر بمشاركة 8 جياد. نتابع الآن الصدارة والمركز الأول مع هارس دانسر والخيال سليم غلامة، ملك وتدريب المهندس أسامة عمر إسماعيل الدفع. في ثاني المراكز مع بوتانيكا من الجهة الخارجية والخيال مارفين سيورلاند، بينما مربط إنجاز في المركز الثالث أبرز الترشيحات من خلال رقم ثلاثة شعر العنابي والأبيض ماي شارونا المدرب جاسم الغزالي ملك سادة مربط إنجاز. لازلنا نتابع في آخر 400 متر هنا الانعطاف الأخير والخط المستقيم مع هاريس دانسر في المركز الأول الصدارة، بوتانيكا في المركز الثاني من الجهة الخارجية، شعر العنابي في المركز الثالث مع ماي شارونا أبرز الترشيحات ومتابع من رشيد واتيلي. ولكن المركز الأول لازلنا نتابع هاريس دانسر في الصدارة مع المهندس أسامة عمر إسماعيل الدفع والخيال سليم غلام، فعلا المركز الأول والصدارة، محاولة قوية من ماي شارونا الأمتار الأخيرة. هنا المهندس يهندس ويفوز في الشوط الرابع. ماي شارونا بطلة غير متوجة صراحة، 15 مرة أول وفرسي عندها مرة أول، يعني أنا من المحظوظين الصراحة اليوم أن هي فاجأتني أنا كذلك. هي بالعادة على آخر يمكن 20-30 متر تبدأ تباطئ، بس اليوم كملت، يمكن
هذا رابع سباق لها في الموسم أجهزت خلال السباقات. بسم الله وعلى بركة الله. إذا مشاهدينا متابعينا الكرام ينطلق الشوط الخامس لهذا المساء وفي اليوم الأول لمهرجان دربي قطر الدولي شوط أوكس قطر للإناث للخيل مهجنة الأصيلة إنتاج محلي ولمسافة 1600 متر في نادي السباق والفروسية. نتابع الآن المركز الأول والصدارة مع خود بالشعار الأحمر والأسود ملك السيد منصور المنصوري المدرب محمد خالد الأحمد والخيال دارين ويليامز. هنا آخر 400 متر والخط المستقيم والدفاع الجياد نحو المقدمة نتابع وإياكم ولاء والمدرب البنديميول يزج بولاء في الجهة الخارجية ولكن خود في الصدارة في المركز الأول محاولة قوية من كوين ماوية من الجهة الداخلية ولاء من الجهة الخارجية الفوز الثاني يأتي ولاء في قمة الأداء تقدم الولاء للسادة أم كرن وتفوز بالشوط الخامس. I think my finish already run last time with Abba and she beat her. And then she not run after that. In between that, Abba run against the colt and win. So they say she's hot favorite, but she already lose one time against my filly. So I think it's just normal what happened today. And that means the filly, they are very good this year. بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا متابعينا الكرام ينطلق الشوط السادس أوكس قطر للخيل العربية الأصيلة لمسافة 2000 متر بمشاركة 10 جيادة و55 ألف دولار قيمة الجوائز. من أمام المقصورة الرئيسية تمر الجيادة. هنا إذن الانعطاف الأخير ومتابعة فعل السماء تتقدم من خلال ستيفن لاجاج وأبرز الترشيحات لكن المنافسة حاضرة من مجنونة رقم 6 لسمو الشيخ محمد بن خليفة الثاني والسماء بالشيخ شعار العنابي والشعار الأزرق يظهر بقوة مع مجنونة ودي جمانة من الجهة الخارجية بالشعار الأزرق الفاتح. منافسة قوية عند الأمتار الأخيرة وهنا مجنونة شوفوا مجنونة إذا التعدي شوفوا مجنونة إيش تسوي تحقق المركز الأول. Want to run my horses longer. You know, the Al Shahania pedigrees are classic distances, so the 2000 meters was always going to be good. But to beat this quality was amazing. إذا تابعنا معكم مشاهدينا ومتابعي الكرام من الشوط الخامس إلى الشوط السابع أو الشوط السادس بالتأكيد من الشوط الرابع إلى الشوط السادس نبارك لكل من فاز في هذه الأشواط ونتكلم إن شاء الله عن الشوط الخامس. أبو يوسف كلمنا عن الشوط الخامس طبعا أوكس قطر الخيل المهجنة إنتاج محلي على مسافة 1600 البنديميول قدر أن يتعامل مع هذا الشوط بكل حرفية وبالنهاية الفرس ولا فازت في هذا الشوط. طبعا في البداية نحب نبارك لمزرعة أم قرن والمدرب البنديميول على هذا الإنجاز. الفرس هذه من تنحدر من نسل الفحل أتلانتيك إير. طبعا الفحل هذا موجود في مملوك لمزرعة أم قرن. صحيح. أحد المرشحات كانت في الشوط ولا هي وكانت معاها أبها ملك الجريان ودامسة للسيد محمد عبد الملك. نعم. الفرس هذه فازت بنفس طريقتها هي شالت الترايل الأوكس التجريبي من قبل الجينس ما شاركت في الجينس. بنفس الطريقة اللي ركضتها أدت نفس الأداء طلعت واير تو واير على ما يقولون راحت قدام وخلصت بالأداء. فرس جدا جدا ممتازة لها مستقبل جدا باهر في عالم السباقات في الإنتاج المحلي بإذن الله. نعم الفحل يعني شفناه في مزرعة مقرن أو شفنا عياله بناته يركضون أعتقد أتلانتيك إير. أتلانتيك إير نعم. فأعتقد أنه أكثر من مشاركة لبناء الفحل هذا الموسم وأدوا على المضامين الموسم عندنا الموسم هذا أتلانتيك إير خذ الأوكس وخذ الداربي. صحيح. للإنتاج المحلي. نعم. وهذا دل على أنه فحل يعني ممكن يكون افضل فحل موجود في قطر في الوقت الحالي يعني حق للانتاج يعني بحكم نتائج عياله يعني في 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 في, في, في مضمار الريان يعني. وين متمركز الان ابو يوسف ولا الحين هو ثالث نعم الحين لمن برا جاي. نعم. نعم هذه الامتار الاخيره بالتاكيد. نعم. هو كان في المقدمه بس بعدين جاو في عند 600 يمكن تقدموا عليه. نعم. بعدين وصل ل 400 طلب منه الخيال
وطلب منها الخيال والفارس استجابت يعني. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله تبارك الرحمن فوزها جدا مرتاح الطارق يعتبر طولين. صحيح. عن باقي الجيال. أكثر من طولين تقريبا يمكن 4 طوال. ما شاء الله تبارك الرحمن. تأكد نبارك لسمو الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني كذلك مدربه آل بانديميول على هذا الأداء المميز في هذا الشوط. الشوط الخامس بفوز الفرس ولا ألف مبروك لهم. إذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام طبعا من الشوط الخامس إلى الشوط السادس أبو أحمد كلمنا عن الشوط السادس أوكس قطر للخيل العربية لعمر 4 سنوات المسافة 2000 متر مجنونة ملك سمو الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني وبقيادة المدرب بالتأكيد جوليان سمارت كذلك قدروا منهم يفوزون على هذه المسافة مسافة 2000 متر. طبعا مبارك طبعا لسمو الشيخ محمد بن خليفة والمدرب جوليان سمارت والخيال تيو باشلو فوز الفرس مجنونة. للأمانة كانت الأنظار أو الترشيحات الأغلب للفرس سما الملك مربط مقرن. شو اللي صار في الشوط؟ اللي صار أن الفرس حبت المسافة هذه الفرس سما تأخرت كثير في السباق. بداية السباق كانت يعني الشوط كان من البداية سريع مسحوب الشوط للبيس العالي شفناها الفرس هذه مجنونة كانت مخزونة تقريبا في المركز الخامس من البداية استمرت أعتقد أنهم راسين الشحانية. صحيح. هنا في هذا الشوط راسين الشحانية تحت مدرب جوليان سمارت والمدرب بيير. نشوف الحين سما مركز ثاني. الفرس سما كانت ماخذة ثالث أعتقد أبو أحمد. إيه نعم هي الحين سما نعم سما في المركز الثاني الحين المركز الثاني سما المركز الثاني نعم. الان نعم. سما هذه الفرس حكم ترشيحنا لها كانت فايزه في الداربي الثلاث سنوات العام الماضي حق الخيل العربيه فاغلب الانظار كانت متجهه لها بحكم الاداء القوي اللي سوته العام الماضي ولكن تعرف السن اختلف مع الخيل هذه ف نشوف ان الفرس مجنونه صراحه يعني ابهرت الجميع استمرت وحافظت على تقدمها وايضا بس ما قطعت ايضا هي فايزه في الاوكس التجريبي السنه صحيح في الاوكس التجريبي هي شال الشوط في الموسم هذا يمكن الفرس اللي هي شرسه سما هي اللي شال الاوكس التجريبي نعم شوف هي كانت الحين متقدمه سما يعني الاغلب كان ان سما بتفوز لكن صراحه شوف مجنونه وانا طلعت نعم لكن يمكن الخيال عمل فارق اليوم ترى سما احس انها اشتغلت وبندت ردت اشتغلت ثاني مره ما ادري بس اخوي حمد قال نقطه مهمه جدا الخيال ثيو باشلو صراحه من اهم الجوكيه اللي موجودين الحين في كنت. الفرنسي اللي توم جايبينه شحنيه نعم. صحيح عمل ترتيب صراحه فارق كبير ترتيبه خامس على مستوى الجوكيه في فرنسا يعني انت لما تتكلم على جوكي في فرنسا توب 5 معناته هذا يعتبر من يعتبر جروب 1 صحيح في فرنسا بالتاكيد بيكون مكسب للشحانيه كل التوفيق لهم اذا بالتاكيد نبارك لسمو الشيخ محمد بن خليفه ثاني على هذا الفوز على هذا الاداء كذلك مدربه جوليان سمارت الف مبروك لهم على فوزهم في هذا الشوط الشوط السادس اذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام خلونا نستكمل معاكم السباق ال17 نشوف معاكم في هذا تقرير الشوط السابع والثامن بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا متابعينا الكرام ينطلق الشوط السابع الريان ستيكس للخيل المهجنة الأصيلة الدرجة الأولى ولمسافة 1400 متر هنا في نادي السباق والفروسية بالريان على المضمار العشبي بمشاركة 13 راس وأبرز الترشيحات مع رقم 13 تبتون القادمة من بريطانيا اندفاع الجياد نحو المقدمة نتابع وإياكم الآن الشعار الرصاصي في المقدمة بوس دريم ومحاولة قوية من خلال أبرز الترشيحات رقم 13 من بريطانيا تيب تون من سلالة دارك أنجل إلى الصدارة إلى المركز الأول وبفارق كبير جاءوا من بريطانيا لينتصروا في أهم الأشواط وفي أهم سباقات هذا اليوم I
hopefully it won't be too disliked, but no, it's, thank you for having us. It's been wonderful coming here. Thoroughly enjoyed ourselves, and this is just the icing on the cake. بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا متابعينا على قنوات الكأس نتابع وياكم الشوط الثامن في اليوم الأول لمهرجان ديربي قطر الدولي وهذا الشوط أوكس قطر إناث الفئة الثالثة للخيل المهجنة الأصيلة الدرجة الأولى لمسافة 2000 متر من أمام المقصورة الرئيسية تمر الجياد أبرز الترشيحات في المقدمة سكودينغ مالك السيد شعيب بن خليفة الكواري والمدرب محمد الغزالي والخيال جيمي كامبر هنا الجياد تسير إذن نحو الانعطاف الأخير وفلو فيستيفال محاولة قوية فعلا من الجهة الداخلية ولكن سكودينغ في الصدارة هنا الخط المستقيم سكودينغ في الصدارة محاولة قوية من المراقبة والخيال هاري بنتلي في المركز الثاني وايسايد فلاور في المركز الثالث ومتابعة قوية في آخر 200 متر نشاهد سكودينغ والمراقبة وأيضا وايسايد فلاور المراقبة وسكودينغ هنا يظهر بقوة هاري بنتلي المراقبة ربما إلى المركز الأول المراقبة تفلت من المراقبة لتحقق الصدارة الشوط كان بطيء انا قلت لهم قلت حق جي بي يسحب الشوط خيال البيس اسرع شوي لان الخيال اللي معاي ما تذكر المسافه البعيده لازم شوي اسرع الشوط عشان استهلك من طاقتهم لكن راح الشوط بطيء الحمد لله اداء ممتاز اول ثاني في النهايه اهم شيء الريزولت إذن تابعنا معكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام الشوط السابع والشوط الثامن نبارك بالتأكيد لكل من فاز في هذه الأشواط بنتكلم إن شاء الله عن الشوط الثامن أبو يوسف كلمنا عن الشوط الثامن أوكس قطر الخيل المهجنة من الفئة الثالثة على مسافة 2000 متر المراقبة لسيد خليفة بن شعيل الكواري قدرت أن تصدر في هذا الجياد أو بهذا الجياد وفازت في هذا الشوط بالتأكيد في البداية أحب أبارك للسيد خليفة بن شعيل الكواري والمدرب محمد الغزالي على هذا الإنجاز الشوط الأوكس طبعا هو اذا ما خاب ظني هو كان الشوط الرئيسي في هذا اليوم والمهم كان هو المهم كان في هذا الشوط صحيح المراقبه طبعا يعني كان كلمني عن الانطلاقات اللي ما شاء الله احنا عندنا سريعه نشوفها سواء على المسافات ال 2000 او ال 1600 انا ملاحظ ان الانطلاقات شوف احنا يعني معروف من الريان معروف ستايل قطر صحيح. يسمونه ستايل امريكي نعم من منطلق الستارت سبحان يعني مثل كل اللي يدور له مكان كل واحد يدور له مكان المدرب مثلا اللي مثلا حصان مثل الحين شفنا الحصان اللي قدام اعتقد هو عامل بيس للفرس المراقبه واضح يعني. ف كل مدرب يدور الخطه المناسبه له صحيح كل مدرب يدور الخطه يعني في مدربين ممكن ما يحبون البيس العالي لكن ما عنده الا حصان واحد ولا فرس واحده لكن اللي عنده اكثر من جواد في الشوط هو يقدر هو يعني مثل ما تقول يتحكم في الشوط صحيح هو اللي يقدر يتحكم في الشوط نعم. مثل ما شفنا اليوم اكيد ان هذا البيس هو اللي ساعد مراقبه لانها تفوز في الشوط هذا كان في اكثر من مرشح في الشوط حمد اخوي حمد كانت عنده مرشحه فونا اخونا جاسم الغزالي ايضا كانت مرشحه في الشوط سكودنت كانت ايضا مرشحه في الشوط نعم. في اتوقع واحده من حمد السعاوني اي واحده فيهم اللي فازت في اللي فازت لا اللي فازت في الفيجنتري الفيجنتري اللي هي حق اخونا محمد بن حمد العطيه هي الفرس بيل 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 انشا الفرس بيل هذه ف يعني كان اكثر من راس مرشح كان اكثر من راس مرشح كان شوط يعني مثل ما تقول عفوا بيل اتاتشمنت بيل اتاتشمنت كان شوط يعني مثل ما تقول صعب في التكهن من كان بيفوز فيه الشوط بحكم انه طبعا تغارب الريتات فيها نعم ومبروك لاخونا خليفه بن شعيل واخو محمد جاسم غزالي يستاهل بالتاكيد وهذه الامتار الاخيره بفوز مراقبه في المركز الاول في هذا الشوط مشاهدينا ومتابعينا الكرام وهذه الامتار الاخيره طبعا الشوط الثامن مراقبه في المركز الاول ملك خليفه بن شعيل الكواري نبارك للسيد خليفه بن شعيل الكواري كذلك مدربه محمد الغزالي والخيال هاري بنتلي الف مبروك لهم على هذا الفوز وعلى هذا الاداء المميز في هذا الشوط. اذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام طبعا من السباق 17 الى السباق 18 او سباقات ديربي قطر اللي شاهدناها طبعا كم يوم او اول امس في قناه على قناه الكاس شفناها في نادي السباق والفروسيه خلونا نتابع معكم هذا التقرير اللي تكلم او يتحدث عن هذه الاشواط من الشوط الخامس الى الشوط السابع.
بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا متابعينا الكرام، ينطلق الشوط الخامس للخيل العربية لاصل إنتاج محلي عمر 3 سنوات فقط ولمسافة 1600 متر بمشاركة 9 جياد في هذا الشوط. أبرز الترشيحات مع راقي رقم 7 وكذلك رقم 9 سميزما. هنا التوجه نحو الانعطاف الأخير في الشوط الخامس للخيل العربية لاصل إنتاج محلي عمر 3 سنوات فقط لمسافة 1600 متر على المضمار العشبي هنا في نادي السباق والفروسية. المطوي محاولة التقدم والاندفاع عند آخر 300 متر، محاولة من البقية الباقية سعد والمحاولة من خليفة الكواري المدرب جاسم الغزالي، ولكن راقي أدائك الراقي إلى المركز الأول والصدارة السيد حسن المطوي إلى صدارة الشوط الخامس، الفوز الأول له في هذا المهرجان. ألف مبروك إذا لراقي والخيال مارك ليرنر. بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا متابعينا الكرام، ينطلق الشوط السادس داربي قطر للخيل المهجنة الأصيلة إنتاج محلي ولمسافة 1850 متر، جوائز المالية 70,000 دولار ومشاركة 10 جياد في هذا الشوط. إذا انعطاف قبل الأخير باتجاه الانعطاف الأخير في الشوط السادس داربي قطر للخيل المهجنة الأصيلة إنتاج محلي. هنا آخر 300 متر لازلنا مع السادة أم كرن ألبان دميون والخيال يون باتيس هامل من خلال جلمود في المركز الأول والصدارة بالشعار العنابي والدوائر البيضاء فعلا إلى المركز الأول والصدارة. محاولة قوية من البقية الباقية، محاولة قوية أيضا من زندان والوسيل متابعة قوية، ولكن جلمود ما ينكسر فعلا، هو الصلب في هذا الشوط يحقق المركز الأول. بسم الله وعلى بركة الله ينطلق الشوط السابع داربي قطر للخيل العربية لاصل عمر 3 سنوات فقط الفئة الثالثة ولمسافة 1600 متر على المضمار العشبي بمشاركة 7 جياد بعد انسحاب واستبعاد 3 رؤوس. نتابع الآن الصدارة والمركز الأول مع المرشح الأبرز، ولكن هنا تغيير في المراكز، الداودية تتقدم وأيضا محاولة قوية من سبحان الشجاع الآن بشعر الأسود والأبيض ومحاولة هنا في آخر 400 متر. أبرز الترشيحات استر دي فوست إلى المقدمة باقتدار، محاولة قوية أيضا من الكبير والداودية، ولكن استر دي فوست من سلالة مهب للسيد خليفة مشعل الكواري والمدرب جاسم الغزالي والخيال هاري بنتلي يتوقون لتحقيق حلم كبير من خلال الشوط السابع. استر دي فوست از ذا فاست فعلا، ويستمر التألق من فرنسا إلى قطر. بطلة ذل بطلة ما شاء الله عليها الفرس، 3 4 مشاركات لحد الحين، 3 مرات أول مرة ثاني. الشوط كان سهل وعندها أشواط قادمة بتكون صعبة. أبارك حق الوالد شيل من خليفة الكواري، حق أهني على الفوز وأبارك له على الفوز، وأشكر الطاقم كامل وأبارك حق المدرب جاسم محمد غزالي المرعب العالمي. إذا تابعنا معكم مشاهدينا متابعينا الكرام من الشوط الخامس إلى الشوط السابع، بنتكلم عن الشوط السادس بإذن الله تعالى. أبو أحمد كلمنا عن الشوط السادس اللي هو بالتأكيد ديربي قطر للخيل العربية لعمر 3 سنوات فقط من الفئة الثالثة على مسافة 1600، جلمود في صدارة هذا الشوط بالتأكيد. طبعا مبارك لمزرعة مقرن على فوز الجواد جلمود، شوط صراحة مستحق للجواد هذا. مرشح كان ابو احمد لهذا الشوط جمهور، صحيح مرشح، لكن هذا الشوط كان فيه يعني علامات استفهام كبيره صراحه من المرشح الاول لوزيل والمرشح الثاني اللي هو سار. سار صراحه المفروض انه يكون من ضمن المرشحين، لكن للاسف انه ما دخل الحصان بسبب استبعاده من بوابه الانطلاق. اي نعم، استبعدوه خطا من خيال انا اعتبره، لكن صراحة الجواد أتلت كير اللي انحدر من سلالة الفحل أتلانتيك كير، الفحل أتلانتيك كير
10 على 10 ثلاث مشاركات اثبت وجوده في المباراه. ثلاث مشاركات للانتاج المحلي في المهرجان هذا خذاهم طبعا ابناء الفحل هذا. الشوط كان صراحه متزن، اغلب الترشيحات كانت من بعد الانطلاقه كانت متجهه للوسيل، ينحدر من سلالة الفحل فوتست بن ذسان. ما حالف الحظ أنه انطلق متأخر في البداية. نعم. ما قدر يمسك البيس من البداية صراحة، تأخر في طول المسار، لكن آخر في المستقيم الأخير 400 متر حاول يلحق، لكن الحصان اللي هو جلمود قدر يعني خالص قرب من خط النهايه. نعم. والجواد جلمود طبعا الجواد ترى الحين هو في المقدمه. ايه جلمود هذا وشوف كم مره قام الحصان هذا هو اللي خذ الاسبقيه في الشوط يعني وكمل يعني ما تقول. نعم. يعني بعد ال 400 يعني خلاص الحصان مثل ما تقول بيصيده مثل نوع من التعب، لا الحصان ما شاء الله تم يعني رايح. نعم. يعني هذا الحصان صراحه هو مثبت نفسه الموسم الماضي في عمر الثلاث سنوات، الحصان هذا هو اللي برز من ابناء اتلانتيك اير للمزرعه مقر. لكن يعني الخطا في هذا الشوط اتوقع انه ما ينغفر انه يكون يعني أنه تقدر تلحق حصان في المستوى هذا. طبعا مبارك للساده مربط مقر وعلى الفحل الطيب اللي يملكونه. يستاهلون الف مبروك لسمو الشيخ عبد الله بن خليفه الثاني على هذا الاداء، هذا الفوز بالتاكيد من الجواد جلمود وكذلك المدربه البان ديميول، يستاهلون الف مبروك لهم. اذا مشاهدينا ومتابعي الكرام من الشوط السادس الى الشوط السابع، ابو يوسف كلمنا عن الشوط السابع اللي هو ديربي قطر للخيل العربيه لعمر ثلاث سنوات من الفئه الثالثه، كذلك على مسافه 1600 الفرس استر ديفوست هي المرشحه لهذا الشوط من خليفه بن شيل الكواري، وبالفعل هي اللي قدرت تفوز في هذا الشوط. يعني شوط ما كان فيه مثل ما صار فيه مفاجآت مثل ما تقول، يعني المرشح الأولى مع أن الداربي كان فيه مفاجآت شوي يعني، لكن فرص هذه قد فازت في سان كلو في صحيح فازت باريس في عمر ثلاث سنوات في سان كلو. كان في مرشح ثاني اللي هو الكبير طبعا في الشوط، لكن أتوقع فوز بجدارة لإستر ديفوز. نعم. يمكن كانت أول مشاركة لها في قطر، يمكن الناس يعني متخوفين هل هي راح تأدي مثل أدائها في فرنسا، ففرنسا على نفس المستوى على نفس المستوى. نعم. شاركت ثلاث مشاركات في فرنسا، عندها فوزتين ومرة ثاني. نعم. أول مشاركة لها في مضمار الكبير على فكرة على ولد الدهمة بعد الدهمة. على نورس كلموري صحيح أخو يزيد من الأم صحيح، بس أعتقد صرح ذاك اليوم البان ديميول قال يعني يبغي لها شوي، ما عنده الخبرة الكافية في هذا الشوط، خذنا تصريح أذكر ممكن مشاركاته يعني يمكن هاي ثالث مشاركة لا أتوقع الكبير ولا أنا ما تابعته إذا هو راح فرنسا السنة ولا ما راح. نعم. لكن هو أصلا فرنسي يعني أتوقع أنه كان في فرنسا الحصان وركض هناك في فرنسا، يمكن في مضمار الدوحة ما تأقلم إلى الآن، مع أنه عنده فوزة ميدن أول موسم. نعم. فاز يعني فاز بأريحية صراحة. لكن استر دي فوست أتوقع يعني الشوط راح حق اللي الفرس اللي شو اسمه الأفضل يعني صراحة. مبارك لأخونا خليفة بن شعيل الكواري والمدرب جاسم الغزالي. نعم بالتأكيد يستاهلون هذا الفوز. إذا أبو أحمد مرشح هذه الفرس طبعا، وفي النهاية قدرت أنها تفوز بكل أريحية على باقي الجياد. صراحة كان فيها مثل ما قال أخوي يوسف في تخوف كبير بعد مشاركتها في سان كلو أن الفرس هل راح تتأقلم على الأرضية، لكن اليوم المستوى اللي طلعت فيه صراحة أفضل من المستوى السابق. نعم. الفرس كل ما له تأدي الأفضل. الجواد الكبير صحيح تنقص بعض الخبرة، يعني تشوف أن الحصان مش واثق من نفسه. صحيح. ثقها عنده إمكانيات ترى الكبير، لكن يعني ممكن أن الكبير يكون في مستوى يكون متطور، لكن الفرس هذه راح تكون من الأفرس اللي لهم شان كبير في المضامير الإقطارية. صحيح. نعم بالتأكيد نبارك للسيد خليفة بن شعيل الكواري ألف مبروك له على هذا الفوز وهذا الأداء، وكذلك مدربه جاسم الغزالي يستاهلون هذا الفوز. مشاهدينا ومتابعي الكرام خلونا نستكمل معاكم السباق 18 ونتابع في هذا التقرير الشوط الثامن والتاسع. Ebraz or Yazid? Secret. No, come on, coach. I have to say Ebraz, right? I have to. Ebraz, for sure. Yazid is in good shape for a fourth win against Ebraz.
Yes, of course. We are ready to fight with all horses, but you know, he has not only Braz. The other horses are good also. Some of them are very good. So be careful. Sometimes you can be surprised by some other horses. بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا متابعينا الكرام ينطلق الشوط الثامن داربي قطر الجروب 2 للخيل العربية الأصيلة ولمسافة 2000 متر بمشاركة 13 راس في هذا الشوط نتابع وإياكم مشاركات كبيرة عالمية في هذا الشوط ومن أمام المقصورة الرئيسية تمر الجيادة شعار الشحانية يظهر شعار الشقب أيضا يظهر هنا مع زكريت من سلالة داحس وأسادة متابعة مع المدرب دوما فورتي والخيال جوليان أونج والصدارة مع رقم 4 ولكن هنا محاولة من إبراز يزيد من سرعته ويزيد من سطوته مرة أخرى ليظهر مرة أخرى يزيد يا زينه زيناه ابن منجز والدهماء يحقق الفوز في داربي قطر الفئة الثانية للخيل العربية الأصيلة So a very nice challenge during the straight line between both of them. And trust me, I was so happy. And, I showed to everybody I was happy to win this race. You know, it's a big challenge to beat Ebras. نرجي من رب العالمين ان بازير يفوز. الحصان جاهز الحمد لله. بازير كان فايز العام في شوط الريان عمر سنتين والسنة فاز في الجنس كان الحمد لله مرتاح يوم يفوز في الجنس مسافة 1600 بس طبعا ما شاء الله الخيل فيه خيل جاية من برا ولها حظوظ وفي عالم الخيل دائما فيه المفاجآت بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا متابعينا الكرام ينطلق الشوط التاسع والختامي داربي قطر الفئة الأولى للخيل المهجنة الأصيلة الدرجة الأولى ولمسافة 2000 متر على المضمار العشبي في نادي سباق والفروسية نصف مليون دولار قيمة الجوائز المالية 16 راس مشارك في هذا الشوط شوط مزحوم ومن أمام المقصورة الرئيسية مرت كل الجياد في آخر 400 متر هنا والانعطاف ومحاولة التقدم والاندفاع محاولة قوية من كل الجياد باز فير ومحاولة ولكن هنا ماكمان أبرز الترشيحات يندفع إلى الأمام يملكون الزمام ماكمان إلى المركز الأول الفائز بالداربي الإيطالي يفوز ويتألق بالداربي القطري Just thank you everybody to help us to send the horse here. Qatar Racing Club is really kindly help us a lot. And of course, jockey and then trainer connection have done a great job. And I'm actually first time to be here. إذن تابعنا معكم مشاهدينا متابعي الكرام الشوطين الثامن والتاسع بالتأكيد بنتكلم عن هذه الشوطين وبنحللها إن شاء الله أنا ويا أخواني المحللين أبو يوسف كلم عن الشوط الثامن ديربي قطر الخيل العربية لعمر 4 سنوات من الفئة الثانية على مسافة 2000 متر بالفعل هو السباق ممتع وشيق في نفس الوقت تكلمنا عن هذا السباق صحيح كلامك وعلى ما يقولون يعني ما يصح إلا الصحيح في الشوط هذا صارت المنافسة اللي الكل متوقعها لا. انا حتى في مقابله سابقه معاه قلت لك هذه المنافسه بتصير لين يمكن الارك السنه الجايه صحيح بس اسماء قويه ترى سلالات قويه اللي مشاركه في صحيح هذا بس يعني الشوط ولا قصورهم في حد ما لك صوره في المشاركين كلهم لا. لكن يزيد وبراز مثبتين من العام أكيد. انهم الافضل على مستوى العالم انا ما اتكلم لك على مستوى قطر ودخولهم على خط النهايه فوتو فينش في الخيل العربيه في الوقت الحالي يزيد وبراز هم الافضل على مستوى العالم صحيح والمنافسه هذه اللي انا قلت لك المنافسه هذه بتصير
لين الارك ان الله اعطانا عمر السنه الجايه بتكون بينهم اذا هذا الحصان اذا بين يزيد وابراز اذا هذول الراسين يعني ان شاء الله باذن الله يكونون سالمين ولا تصيدهم اي اصابات ولا شيء بتكون منافسه بينهم. نعم. مبارك لمزرعه ام قرن وسمو الشيخ عبد الله بن خليفه المدرب البن دميول والخيال طبعا اوليفيا بليغاني يعني التعريف يعني. نعم. طبعا هو جاء خصيصا لهذا الشوط يعني عشان يركب يزيد وهذا انطلقت الشوط طلقت شوط متأكد يعني شوف خلاص يعني مثل ما قلنا شوف حتى لاحظ في رقم 7 للمدرب البان دميول بعد سحب برنس عامر شوف طلع كرباجة من أول من 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 من, من أول 200 متر يعني مثل ما قلنا من ساعة أي مدرب يبي يعني يهندس الشوط على حق حصان صحيح فالطريقة هذه بتخدم الراسين في النهاية. نعم. اللي هم يزيد وابراز يسرع الشوط لان هذول الراسين يحبون يركضون بالطريقه هذه صحيح فبالمنافسه هذه واحنا اصلا يعني سواء البن طلع قدام ولا ما طلع احنا خلاص ستايل في قطر معروف شوط سريع شوط سريع شوط سريع خلاص نعم ف ما يصح الا صحيح يعني بأحمد. طبعا انت احنا كل مره نقول ان الخيال انا في الاشواط الكبيره يعمل فارق يعني ثيوباش لو ممكن ان لو منا معاها مش معاه اوليفيا بيلي يمكن ابرازي احس انه سكر شوي على نفسه اوليفيا بيلي الحين بتجيب هاللقطه لا لكن بالعكس ما شاء الله حصل له طريق يعني لا اوليفيا بيلي خيال متمكن متمرس بتجيب هالكاميرا وحافظ المضمار صراحه يعني مش الخيال الجديد على المضمار وطلب المدرب البان للخيال اوليفيا بيلي حق الجواد هذا عرف انه يعني الموقف حاسم صراحه يعني وشوف النتيجه اللي قاعد اثبتها المنافسة لحد آخر يمكن متر بين الحصانين هذول هو وين الحين رغم إبراز شوف أنا ما لقى له طريق شوف أنا شوف مسكر شوف مسكر عليه لازم يمسك شوف وإبراز راح ترى يعني يزيد اللي ما حصل له طريق اي يزيد ما حصل له طريق لكن عرف شلون تصرف اوليفيا بيلي يعني اوليفيا بيلي طبعا شوف يعني وين طلع شوفه يعني الشوط هذا صراحة اللي لاحظت عليه ان الشوط منافسة بين افحل وبين امهات يعني الحصان هذا اللي هو امه الدهمة والحصان الثاني اللي هو ما السمري الاب منجز والاب عامر والحصان الثالث جعفر والاخ الجواد اللي هو غزوان الاخو تيم فريد تكساس سلالات قوية صراحة من بداية يعني مبينين واضحين أنهم بيكونون الأشواط الرئيسية الكبيرة مثل ما توقعنا ومثل ما شفنا ويعني أثبت أن السباق هذا يعني سباق قوي بجميع المقاييس صراحة بالتأكيد نبارك لسمو الشيخ عبد الله بن خليفة الثاني على فوزه مع يزيد بالتأكيد ألف مبروك لألبن دميول وأوليفيا بيلي بفوزهم بهذا الشوط الثامن مشاهدينا متابعينا الكرام من الشوط الثامن إلى الشوط التاسع والأخير بالتأكيد على داربي قطر الخيل مهجنة جروب 1 شوط رئيسي على مسافة 2000 متر ماك ماهون ويوسف القادم من إيطاليا والضيف عندنا قدر أن يحسم أو يكسب هذا الشوط بكل أريحية بالتأكيد يعني أنا بالنسبة لي أنا فاجأني صراحة لأن أنا حضرت تمرين الأخير نعم كان بسيط جدا صح ها تمرين الأخير تقصد اللي كان في آخر قلب إيه آخر قلب لا أنا حضرته شفته أنا سمعت إنه خمس دقائق ورجع ثاني مرة لا ما قلب الحصان مع ثلاثة تروس قلبوا مع بعض اللي أنا شفته هو كان آخرهم آخر واحد فيهم يعني هم قلبوا راحوا وهو ما مو معاهم كان مرتاح جدا فأنا يعني قلت يعني الشوط رايح حق أخونا إبراهيم المالكي وعلى حسب تصريح المدرب ان الحصان جايبه جاهز بس جابه يعني جايبه حصان راكض في راكض في ايطاليا في فايز ليستد اعتقد وفايز في جروب 3 بس يعني انت لما تعاد اكيد قلنا مثلا المضمار بيفرق معاه الارضيه بتفرق معاه لكن ما في شيء فرق معاه صراحه هذا انطلقت الشوط بيوسف انطلقت الشوط طبعا ابراهيم اخونا ابراهيم المالكي طبعا اخونا ابراهيم المالكي طبعا يعني عمل الستايل اللي يبغيه بازير طبعا اللي هو يطلع له راح حصان قدام ويكون بازير في يعني ما يكون بازير متاخر يعني وايد يكون مثل ما نشوفه احنا في الصف الثالث الحين
ومشى الشوط على على يعني مثل ما احنا ما نقول والله بازير ما ادى اداء طيب، بالعكس بازير جاء في المركز الثاني وركض ركض ركض بازير يعني اللي احنا نعرف بازير فيه. ومبارك له المالك الياباني، وعلى حسب تصريحه انه جاي في سيف سمو الامير، وان شاء الله انه يعني الخيل القطريه تكون له بالمرصاد ان شاء الله. طبعا نعم. شفنا الـ 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 الحصان اللي هو بازير، يعني احنا حكم ان الحصان الابرز للملاك القطريين والمدربين القطريين هو اللي كان الانظار عليه، لكن يعني احنا نستفيد دائما من ابو سعيد طبعا المسيب الخير، لكن يعني من وجهة نظر متدرب تحت ابراهيم بسعيد انا اشوف ان اليوم او يوم الداربي كان اللي هو البيس اللي طلع منه هذا الحصان اللي قدام رقم 12 حق يخدم بازير صحيح، وطبقت الخطه مثل ما هو مطلوب منه الحصان اللي هو البيس ميكر، لكن انا اشوف ان ممكن ان الخطا او اللي صار او خلى الشوط يروح ان كان بازير على طول ورا البيس ميكر، يعني يمكن لو انه كان مخزن شوي مخزن مع مثلا مكان اقدار او مكان خامس او سادس ممكن انه يكون يحصل فينش، لان الحصان ترى ما سوى الفينش اللي احنا نعرفه ان الخط النهايه مش يعني ينتظر ان خط النهايه يجي، ما هو اللي جايه. فمبارك طبعا للمدرب الايطالي وحكم تصريح الوكيل وكيل المالك الياباني، لكن احنا نقول دائما يعني الداربي فئه سنيه 3 سنوات صحيح، لكن يعني رساله بس بقولها حق الياباني اقول له يعني لا تحسب ان الداربي نفس الامير، بيجون القرح يعني اذا حصانك سليم خله في ايطاليا ولا تجيبه بيكسرونه بيعورونه يعني. انا بالعكس خله يجي ان شاء الله، وان شاء الله انه يعني على ما قال ما يقول حمد ان شاء الله القرحة يكون لها وضع يكون لها وضع سيف سمو الامير. نعم بالتاكيد نبارك لمالك ماهون طبعا مالكه الياباني تكي شوموكا، الف مبروك له يستاهل، نتمنى ان شاء الله انه يسمعنا. طيب قبل الختام ابو يوسف، شلون شفت الموسم هذا مشاركاتك تدريبك في هذا الموسم؟ والله الحمد لله رب العالمين على بداية الموسم لحد الآن تقريبا 39 مشاركة. لا بد يعني كل الاسطبل ما يخلى من الإصابات، وعلى قولتهم الأعذار الموجودة لازم تكون، مش موسم مثالي صراحة لنا، لكن قاعدين نبذل المجهود في الخيل اللي ما ركضت لحد الآن، الخيل اللي متأخرة في الجهوز لحد الان، يعني السباق الاول اللي هو او السباق الثاني المهم بعد كاس الشيخ محمد اللي هو الداربي، ان شاء الله بيكون لنا حضور في السباقات الجايه ان شاء الله، والنتائج افضل في خيل توها في فتره الاعداد لحد الان متاخره جاتها مشاكل، لكن قاعده ترجع وتوصل المستوى، مش المستوى المطلوب لحد الان مني صراحه او من المستوى الخيل المطلوب، لكن لحد الان مستوى متواضع او اداء متواضع قاعدين نقدمه بحكم المشاركين، لكن ان شاء الله انه بيكون القادم افضل باذن الله. باذن الله تعالى. مشاركتكم السنه ابو يوسف قبل اللهم كتاب. لك الحمد السنه، يعني طبعا احنا علي بن يوسف طبعا يعرف انه مساعد مدرب لاخوي الكبير هادي رمزاني، طبعا احنا عندنا تيم ان شاء الله نشوفك مدرب قريب ان شاء الله باذن الله. فالحمد لله رب العالمين السنه اخوي هادي طبعا في الترتيب الرابع في المدربين، لين قبل الداربي كان الثاني مع المدربين، لكن سباقات الداربي شوي تدري فيها الجوائز شوي بالدولار، فاللي فاز شوي راح فوقه يعني ولا اللي رقم راح فوقه، لكن الحمد لله رب العالمين عنده 5 كؤوس، وطبعا بنضم محمد ناصر رمزاني طبعا هو احد افراد الطاقم هذا، اخونا عويضه الهاجري ايضا طبعا احد اعضاء الطاقم هذا، فالحمد لله الى الان موسم ممتاز. عسى الله يوفقكم. علي بن يوسف كبيسي مساعد مدرب، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول بالتاكيد للمدرب احمد حمد بن احمد الجهني، بيض الله وجهكم، ما قصرتوا على هذا التحليل، وان شاء الله نشوفكم في بطولات او حلقات قادمه. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، طبعا وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم، تقبلوا تحياتي تحيات فريق العمل من الاعداد شهاب الرواسي ومن الاخراج رامي مجدي، في امان الله.
Mm-hmm.